بسم الله والابن روح كل الواحد امين اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ايه في حكايه النهارده ايه اليوم مزمور 118 ايه 22 الحجر الذي رفضه او رذله البناؤون وقد صار راس الزاويه الايه دي طبعا استشهد بها المسيح له المجد في انجيل معلمنا متى صح 21 لما اليهود رفضوه واتكلموا معاه ازاي هو يطرد الباع من الهيكل وبعدين في نفس الوقت ادهم المثل على الكرم والكرامين وقال انه ازاي هم رفضوا كل اللي ربنا ارسلهم وفي الاخر لما ارسل ابنه الوحيد هم اتفقوا ان هم يخرجوه خارج الكرم ويقتلوه وبعدين قال لهم المثل ده اما قراتم ان ان الحجر الذي رفضه او رضى له البناؤون هو قد صار راس الزاويه بيحكي قدس ابونا تدرس يعقوب ملطي في تفسيره الاصحاح بيقول انه في وقت البنا بتاع هيكل سليمان كان البن البنيين وهم بيبنوا لقوا حجر كبير قوي وشعروا ان هم الحجر ده ملوش لازمه مش هيعملوا بيه حاجه فسابوه على جنب وابتدوا يشتغلوا في البنا كتير وفي الاخر وبعدين في الاخر لقوا حوائط الحائطين محتاجين حاجه تسندهم هما الاثنين فراح اكتشفوا ان الحجر ده اللي هم كانوا فاكرينه في الاول ملوش لازمه وملوش اي فايده هو ده اللي سند الحائطين مع بعض وهو ده كان الأساس بتاع البنيان فعشان كده جه المثل بتاع أو الآية اللي جات الحجر الذي راذله له البناؤون هو قد صار رأس الزاوية طبعا ده بيورينا أنه المسيح له المجد هو أساس حياتنا يعني إحنا أوقات كتير بنهتم ببنيان كتير وننسى المسيح نفسه عشان كده كتاب حذرنا في الصلاة اللي احنا بنصليها في الغروب إن لم يبني الرب البيت فباطل أن يتعب البنؤم بنبني بيوت حلوة قوي لكن ربنا مش فيها يا خسارة يبقى البنى ده كله ملوش لازمة رأس الزاوية هو الأساس رأس الزاوية ده اتبنى عليه إيه بقى اتبنى عليه عشة اتبنى عليه بيت صغير اتبنى عليه حاجات إمكانياتها بسيطة لا ده هيبقى سبب بركة كبيرة قوي لكن لو بنينا بنيان فخم أو شكله جميل قوي من دون أساس يبقى ولا حاجة عشان كده ربنا في المعاذة على الجبل لما ادى المثل بتاع الرجل اللي بنى بيته على الرمل والرجل اللي بنى بيته على الصخر طيب شكل البيت اللي على الرمل ايه واللي على الصخر ايه من بره من بره انا ماشي في الشارع لقيت عماره فيها سبعة 8 ادوار وعماره تانية برضو حوالي سبعة 8 ادوار العماره اللي معمول مش معمول لها اساس كويس شكلها من بره حلو قوي يمكن اشيك بكتير من العماره التانية اللي اساسها حلو ومنظرها جميل او من بره وتشد النظر وكل اللي يمشي يقول يا يا ريت الواحد يبقى له يعني شقه في العماره دي والعماره التانية شكلها من بره ضعيف شويه مش واضح قوي بس هي اساسها قوي قوي فاحنا اوقات بيشغلنا قوي المنظر وشكلنا ايه قدام الناس ونعمل حاجه جميله من بره على حساب اهتمامنا بالاساس نفسه الحجر اللي رفضه اللي ايه لرزله البناؤون لو تفتكروا ايام زلزال 92 لما حصل في مصر كان عماره في هليوبلس برج كبير فخم قوي وقع ويعني حاجه كانت صعبه قوي الناس كتير يا عيني ماتت وفي نفس الوقت مباني قديمه جدا في مصر ما جرلاش حاجه ده يبين بقى انه مش شكل المبنى مش شكل حياتنا لكن اساس حياتنا ايه فكان ربنا بيقول لنا كلنا انتوا بتبنوا ازاي انتوا بتعيشوا ازاي فخلوا الاساس بتاعنا كلنا هو المسيح له المجد ده الاساس ده الاهم على اي حاجه بقى اي امكانيات بتيجي كويسه بركه كبيره اي علم بيجي كويس اي حاجه في حياتنا تيجي بس على اساس وجود ربنا في حياتنا هو الحياه هو هو الطريق والحق والحياه به نحيا ونتحرك ونوجد هو اللي بنبص عليه كل يوم هو اللي بنتحرك بيه هو اللي بناخد رايه هو اللي بنرجع له هو اللي بنتقوى بيه وبنتسند بيه هو اللي حاطين عليه رجائنا في المستقبل مش رجائنا في اي امكانيات ماديه او اي ظروف يبقى احنا كده اساس حياتنا فعلا المسيح له المجد يبقى بيتنا مؤسس على الصخر زي ما قال معلمنا بولس في كرونس الاولى عشرة والصخره كانت المسيح له المجد الصخرة هي المسيح فالبيت مبني على الصخرة على البيت مبني على المسيح ده الحجر دلوقتي للأسف اللي فيه ناس كتير في العالم بترفضه وترذله وبيفتكروا انهم ممكن يبنوا حياتهم بطريقة كويسة قوي لو ربنا خل مش مهم ان ربنا يبقى موجود فياريت كلنا نحط الآية دي دايما قدام عينينا مضمور 118 آية 22 الحجر الذي رفضه أو رذله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيوننا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين